بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خبر جديد ولقاء جديد يتجدد بكم على مدار الساعه، لكن قبل ما نروح لتفاصيل الخبر ياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. الكويت تضيف فرنسا والارجنتين واليمن لقائمه حظر الطيران المباشر بسبب كورونا. أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميماً جديداً إلى الجهات المختصة بإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت. كما تضمن التعميم الصادر من الطيران المدني الكويتي والذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منه رفع سنغافورة من قائمة الدول الممنوعة. وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت في أول أغسطس الماضي وقف الطيران المباشر مع 31 دولة بسبب وضع فيروس كورونا بها، ثم أضافت في وقت لاحق أفغانستان. يبقى 32 دولة تم رفع سنغافورة من قبل، وإضافة اليوم فرنسا والأرجنتين واليمن أضافوهم إلى قائمة حظر الطيران المباشر من هذه الدول إلى الكويت. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، آمين يا رب العالمين. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.